صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة والسرور على القلوب الجميلة. المهم مش حالة ديما بديت لكم فيديوهات وانا مخشية لتحت مكاني المفضل فاش كنبغي التكوانة ولا نقضي شغالاتي ولا كتكون عندي خديمة كنهرب لتحت. المهم اول حاجة ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الوليدات مشاو للمدرسة، يلا رجعت قلت نوجد راسي ونوجد ان شاء الله شي لعيبات. هنا شوفوا هالفال هالفال يا البنات ان شاء الله. شوفوا المهم عندي دو كوموند ديال الافراح ومناسبات سعيده، الله يدخل عليكم دائما انتم الافراح والسعاده. كان البارح بالليل بقيت سهرانه معاهم تقريبا حتى شي الوحده، تقديت كل شيء، يعني كتبغي داك الشيء. الكلمه هي الكلمه، خصوصا الناس اللي واقفين عليهم. وحده عندها سبوع وحده عندها درب صداق. المهم هنايا بنات في كندا، فالله يفرح اي وحده بكم اللي كتمنى الذريه الصالحه، يا ربي يجعلها دعوه مستجابه تفرحها يا ربي. واللي يعني داخله على زواج الله يكمل عليها بخير يا رب. غادي نبدا لكم ان شاء الله بالباك ديال السابع، وقولوا انتصار ما مسنداش المناسبات هنا ديال الجاليه. مهم حاولت ان نسهل على البنات هنايا، خصوصا بحال هادشي راه صعيب باش كتلقاي هنايا. مهم اول حاجه الباك ديال الحنه اللي كيكونوا فيه الكموسات، بيان سور على حسب العدد ديال الناس اللي كيكونوا حاضرين. بحال هذا الباك هذا اللي خدمت كان فيه 12، يعني غادي يكونوا 12 الناس. مهم 12 كموسه كيكونوا فيهم صحفات، وبيان سور هاد لي بغاس لي هادو تاهما، هذا كيكون ديال يعني ديال النافسة ولا ديال اللي عندها خطوب، وهذا ولا دوك كيكونوا ديال المعروضات اللي معاها. ميم كيجيو هاد الكموسات هادو اللي كيقدروا هما يديروا فيهم دي بونبون لي دغاجي، المهم هذيك الساعة اللي بغاو الورد ولا اشنو بغاو. وعاد كيكونوا هاد القريعات هادو ديال السرغينة بالعود، وكاينين هادو ديال الحنة، حنة بلدية كيكونوا تاهما هكا منقوشين. الشميعه لا ميم شوز. وهنايا الباك ديال السيده وراجلها اللي غادي يلبسوا، غادي يكون فيه قفطان ديال جوهره خضراء. خدات هي حاولت انا تختار ليه الشربيل في الخضر مع لي بوشيت ديالو، واخا كانت هادو ما بقاوش عندي فيهم اللوان، كان نيت بنزهره بقى عندي فيهم غير الخضر. وراجلها تا هو خدا هكا غاندوره، غاندوره تا هو في الخضر مع البليغه ديالها. وهي بغات بلوس انها تاخذ مع هذا، قالت لك ما عرفاتش واش تلبسها مع المجدول، لانه يعني هو القفطان كيجي مع المجدول، وقالت لي هكا تاخذ تمضمه. المهم هاد المضيمات هادو فنينه البنات، كاينه اللي فيهم الحجره الخضراء وكاين اللي فيهم الحجره الحمراء، كيجيو هكا شي حاجه اللي كتبقى لك دائما. وبيان سور البغوش حتى هو خداته كيجي زويون هكا مع قفيطين، ولا تقدر ديرو على شكل سنيسله. ولا كوموند ثانيه كانت ديال ضريب صداق. المهم نشوفوا الباك تبارك الله. المهم اكيد كيجي دائما معهم هذا الكادر هذا اللي كيجي معاه الدعاء. هنايا خلاص الكموسات هادو حاولوا يختاروا هاد التيم هذا ديال هكا بحال دوغي بحال بيج، كيجي غزال مسكي. وهنايا لي بغاسلي هادو درناهم بيرسوناليزي، يعني بالسميات وداكشي، كيجيو تما فنين هكا. لي زانفيتي ولا العروسه اكيد كتكون دائما هذا هو اللي مميز، يعني اللي مميز على لي بغاسلي الاخرين. هنايا كذلك القريعات ديال الحنه درناهم شويه مختلفين، جاو فنين هادو قريعات ديال الحنه البلديه، ولكن ديال السرغينه خليناهم نورمال. هنايا الشميعه، هنايا بالنسبه للكادو العروسه كانت هاد جليليبه هادي، شو شحال فنه في الصومو مع الشريبيل ديالها هانتوما. وكان هكا بغاو هذا اكسترا، يعني اللي يكون ان شاء الله تهو القفيطين. هاد لي كوليكسيون هادي ديال القفيطنات اللي كما كنقول لكم دائما كتبقى ما شاء الله فيها لوينات واعرين، وفي نفس الوقت يعني قفيطين جوهره اللي تبقى تلبسي في كاع الاوقات والمناسبات، خصوصا مخدوم خدمه غزاله. يعني الحمد لله ما عمر ما حشمني هاد الموديل هذا. كانوا هادو هما لي كوموند كما كنت وعدتكم شحال هادي، قلت لكم انتصار غادي تبقى تتولي مسانداكم جميع افراحكم ومناسباتكم. ايوا اختي ضروري ضروري، راه فاش كتدخلي الفرحه كتكوني يعني وسيط في الفرحه ديال شي حد، ولا حاضره ولو غير بلمسه صغيره في شي فرح ولا كيما بغى يكون، خطوبات كاتب اختانا يعني سابع ولا هذا، راه شي حاجه زوينه انك تكون اللمسه ديالك حاضره في مناسبات في الغربه، خصوصا في الغربه ماشي حتى في المغرب. مهم دابا لقيتوني غادي نمشي دابا ان شاء الله لابوز باش يلا يوصلهم يا ربي بخير وعلى خير. ومن بعد ان شاء الله معروضه يا اختي الفطور. المهم ها نتوما غادي تكونوا حاضرين معايا غدا عند صاحبتي، عاتي احسن حاجه هي كيوصلك واحد الميساج كتكوني بالليل مشطونه مع الكبابك، حتى كيوصلك واحد الميساج انتصار نتنوضي الصباح بلا ما تصايبي اتاي، اتاي ديالك عندي، كتقولي الله اتاي ديالي عندك انا جايه. المهم اتاي ما كيقولوش ليا زعما شنو غادي نوجدوا ليك ولا شي حاجه، لا
مادام كاين اتي صافي راه انت ساره جايه شاده الطريق. وانا وصلت عند صديقاتي هانيه لاله على الزاز، قلت لها هادشي موجد على قبلي. قالت لي موجد على قبلك اختي، اليوم غادي نعيشوا داكشي 5 طوال. والصالون انتم تقولوا ما عندناش الصالونات المغربيين اللي تهالكم خاطركم كتلقاو في كندا تبارك الله ما شاء الله. مهم غادي ندوزو دابا، غادي نقلبوا الكاميرا، غادي ندخلوا في مرحله التبرقيق. اشنو محطوط تما؟ المهم الصينيه راه محطوطه، هذيك هي اللي دايره علي العمده. المهم تكون الصينيه اتاي محطوطه، ما نهضروش في الشيء الاخر. المهم اول حاجه سمعوا لي، الاندلسي اللي مخدم هذه هي اهم حاجه قبل ما ندوزوا للطبله وتاويله. تبارك الله المغربيات في ما مشاو تمشيو حتى لاخر الدنيا كتلقاو التواول حاضرين. انا علي لالا على الصوينيه، شوفوا لي التواول تبارك الله ما شاء الله. هادشي موجد على قبلي، شو حدا شو حدا. هانتوما الحسوه المسمنات الفينوازري والفروي، داكشي زعما هادي فطور 5 طوال صاحبتي. ولا هذا ماشي كيعجبني، انا فين ما كنمشي عند الناس كنكون انا يم ولات اتاي، فهمتي؟ واخا المعروضه كان انا خاص بي خويا اتاي. يا بسم الله خويا لالا التواول، حنا واخا جوج الناس حنا بالكرم من ما كنخويو الكاس الثالث. اتاي مكشكاش هانتوما لا اتاي معتبر كشكوشه 5 يا بسم الله. جميل جميل ملقم واعر، هذا ادم كنعنع اللي كنا مشينا تقدينا. هل فكرت وسعيت لاتمام اجراءات الهجره الشاقه؟ اذا لابد لك من استشاره مستشار قانوني معتمد ذو خبره عريقه مطلع على قوانين الهجره العديده ليساعدك في اختيار برنامج الهجره المناسب ويقودك ويسهل عليك الخطوات والاجراءات التي يجب اتباعها. مكاتب كندا القانونيه لخدمات استشارات الهجره تضم نخبه من مستشاري الهجره المعتمدين ومحلفين قانونيين الذين يقدمون خدمة الهجرة الأكثر شمولاً وموثوقية ويقطعون مسافة إضافية في ضمان حصول العملاء على تمثيل احترافي ونصائح موثوقة والاهتمام الشخصي بالظروف الخاصة بكل عميل وتوفير تجربة سهلة وممتعة. ومن البرامج والخدمات التي تقدمها يا كندا هجرة الكفاءات والمقاطعات، هجرة اليد العاملة المؤهلة، طلبات الجنسية والإقامة الدائمة، اعتقالات الهجرة والاستئناف، تأشيرة الأهل، تأشيرة الزائرين، تأشيرة الطلاب، تأشيرة العمل المؤقت، الكفالة العائلية والزوجية. للاستفسار والمزيد من المعلومات تواصلوا معنا على الأرقام والعناوين الظاهرة على الشاشة أو من خلال موقعنا www.yahcanada.ca www.yehcanada.ca. عند تواصلك على رقم الواتساب ستحصل على استشارة مبدئية مجانية مباشرة، وعند الاستشارة الشاملة ستحصل على خصم بنسبة 25% عند إرسال لقطة من هذا الفيديو. وعدنا يا بنات بعد واحد الجليسة مغربية بنكهة مغربية من أزاد قلت لها بتجليستها زعما بتفريستها بطويلتها. المهم الحمد لله دوزنا وقيته زوينه بحال هاد الجليسات هادو، والله الا كتحسي براسك فوجتي وبدلتي الاجواء وبدلتي الدار. دابا غادي ندوزو شوف ناري ناري انتصار اليوم غادي تحزم عليكم. هانتوما البنات اللي كيقولوا لي راه كيبقاو فينا حوايجك علاش ما كتلبسيش الطبيه؟ وانا صراحه ما كنوسخش حوايجي واخا نشقى بهم زعما ما ماشي زعما ديك المروينه زعما في الحوايج كنرونهم، مي المهم ما عنديش مع الطابليه وصافي. جيت بديت حطيت مسائلي كنتقديت، وكان ضروري فاش كتعرف كتقضيها كتبغي شي لعيبات هكا تقاديهم. والبنات قالوا لي توحشنا شهيواتك توحشنا اطباقك. ان شاء الله غادي نشارك معكم هكا روتين خفيف ظريف فاش كنكون مقضيه وكنكون مثلا باغا نصايب واحد الوجبه خطيره. المهم وجبه اللي كيعشقوها معظم المغاربه غادي نشاركها معكم. المهم هنا اول حاجه كنت خديت الفليفلات، فاش كنكون ناخذ الفلفله بزيد راكم عارفين دغيا كتخسر، فكنحاول عندي طرق كيفاش كنخزنها كتبقى غزاله. هنايا غنوريكم عاوتاني واحد الطريقه الفليفله. دابا حنا عندنا وقتها موجوده المزيودات اللي كنديرهم في الطويجنات وفي الصوينيات والخضره، وهذا كتجي مشويه كتجي في الكسكسو هذا فاش ما كتكونش لا سيزون ديالها كتكون عندنا غاليه غاليه. ما عرفتش واش غير في كندا ولا في الدول كاملين فريمون كتكون غاليه. فاش كندير انا كنشريها ما كنغسلها ما والو، كنشري الحمراء والصفراء كنشري كاع الانواع وكنديرهم غير في السيبلوك بلا ما تغسلوها البنات. هكا كنشريها هكا حتى كنبغي نستعملها كنخرج القياس من الفريكو وحيده ولا جوج
كنغسلها نصبيها، نصبيها اللوبيا، نصبيها العدس، نصبيها الكسكس. انا نوريكم بقى عندي وحدين من العام اللي فات، غتشوفوا معايا هانتوما بحال دابا هذه الصفرة بقات عندي من العام اللي فات، كتبقى غزاله. شوفوا البنات كيفاش دايره، كنجبد كل مره كتشوفني كنستعملها بزاف في المريقه والطواجن داكشي، كنجبد وحيده كنشللها دغيا ونصبيها، كتبقى علم زوينه وكتدوز بزاف. هنايا خديت واحد الدنجاله اللي دزت غسلتها مزيان، غادي نحاول نحيد لها دائما انايا، سواء كنتو كتقليوها ولا غادي تشويوها ولا اش غادي ديروا ليها، كنحيد لها انا دائما بحال نص القشره ديالها، كيجي هكا كدغيا كدغيا كيدخلها الطياب. انا غادي ندوز غادي نشويها ان شاء الله باش غادي نصيب بها مقبله كتجي لذيذه. هنا دزت غسلت الربيع اللي كنت قديت، عندك الربيع من اكثر الحوايج اللي كنعكز عليهم باش نقيهم، المهم كيبقى اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى كيبداو بالي في دوك العشبه الصفرين. هاد المره قلت معايا يلا تقديت البارح، قلت غادي ندوز نحيدو عليه هو الاول، غادي نغسلو خليته هنا كيتسقطر. وبالنسبه للفليفله كما قلت لكم انها دغيا كتخسر، فدغيا كتبدا تلوى وداكشي، وبعض المرات ما كتلقايش بزاف اطباق زعما صوفي الا قليتيها ولا درتيها هكا مقبله وشي لعبه. فانا اش كندير، كنحاول انني نقطعها، نوريكم الطرق باش كنقطعها، وكنديرها هكا في زيبلوك وكنديرها في فريغو، كتنفعني بزاف وقت ما احتاجيتها كنلقاها. وهذا على الالوان الزاهيه والباهيه. المهم كما كتشوفوا وحدين قطعتهم هكا مكعبات، هادو البنات كيعجبوني بزاف في الحشوات، شي حاجه بغيتي تقليها مع طويجين مع البيض، وهذا حتى هو كيجي زوين. المهم انا شي وحدين درتهم هكا بالطول وشي وحدين درتهم هكا مكعبات. كنجي دابا كناخذ هاد لي زيبلوك هادو كنقاد فيهم هكا هكا، كيكونوا كما نقولوا كينفعوا، هذيك ديرهم الابيض ينفعوا في اليوم الاسود. فاش ما كتكونش مثلا ما عارفه ما ديري، كتحلي الفريكو كتبان كاد الفليفلات، كتقدر صوطيهم، نقدر نقاد بهم هكا طويجين مع هكا كفته مع دجاج مع، المهم كيعطى الله ما ديري بهم وكينفعوا. المهم هذه كما كنقول لكم انا فاش كنتقدى الفلفله بزايد هادشي اللي كندير ليها. غادي ندوز دابا اكثر الحوايج، دابا انا نتحدى بزاف منكم كيحماقوا على الرمان، لكن اكثر حاجه كتعكزنا عليه هي الطقيه ديالو. انا شخصيا كنكون مثلا نحل الثلاجه يبان لي الرمان باغي ناكلو، كنقول عاودنا مقشره عرفتي، خاص تلقاي طقطقي فيه باش يلا يتحل. فاش كندير انايا كنحاول مثلا نحل ثلاثه ولا اربعه الرمانه دقه واحده، كنسوسهم البنات وكنديرهم في قريعه ديال الزاج، من الاحسن تكون الزاج ماشي بلاستيك، كيبقى زوين. كتقدروا ديروا عليه عصيره ديال الحامض صافي. فراسكم هاد المره هادي فكروني نمشي تشو سوبر مارشي نوريكم كويس قد هكا قد هكا قد هكا، نوريكم بحال يقولوا كاس اتاي ديالنا بحال هكا، كاس اتاي ديال الرمان كيتباع البنات بارفو ما بين 4 ل 5 دولار، 4 ل 5 دولار يقولوا شي كدا و 30 درهم مغربيه. تخيلوا معايا انت الديكار كاس ديال الرمان كيتباع هنا، زعما راه حنا موفرين عليك المجهود ومنقيينو لك. المهم غادي ندوز انا اش كندير، كناخذ واحد معلقه كبيره صافي، وكدوز كان في الاول اش كندير، كان بحال اللي كنحلو بيدي، كناخذ واحد المعلقه هكا دغيا كتفسخوا نتوما دغيا كيبدا يطيح، كتدقوها نتوما شوفوا البنات، ما كتضربي لا تماره لا والو، كتقطقي هكا بمعلقه صافي، ووقت ما تشهيتي غادي تنوضي تهزي. الربيع ها هو اتقطع واخيرا. وبعد اللي شافوا في ديك الشبكه يقول واه ما عرفت شحال في الاخر كيخرج لك جوج ساشيات ما يفوتهمش صافي. والفليفلات قسمت ما بين اللي مقطعي الرقاق واللي طوال. غادي ندوزو دابا المعقول معقول، هانتوما استسمع على بشاعه هذا المنظر، خصوصا المغتربات اللي كيتوحشوا السرديل، ومدى البنات السريدينات ديال المغرب ديال البلاد. هانتوما قولي دغيا لقيتي كي درتي لهاد الشيء؟ شوفوا هذا واحد الاكتشاف، واحد البارطاج جبتو البنات هنا موريال ولي ريجيون، اللي مشى هي السردين لا نشوبه بغات تشوي بغات دير سردين ساندويتش ولا طويجين بالكويرات تاع الكفته وداك الشيء، جبت لكم هذا البنات مؤخرا اكتشفته، هذا راه لقيتو كيهضروا عليه حتى في الجروبات ديال كندا هنايا. هانتوما سميتها هذه الشركه سميتها اوستريا اتلانتيك، عقلوا غير على الباكيج. شوف باش عجبوني بزاف انه اول حاجه دغيا شديتو انايا الفيلي منقي وكلشي، يعني ما كتحتاجي لا تنقي لا تغسلي، حيت بزاف كيكون كيحمق على السردي، اكثر حاجه كتعكزك هي خاصك تبقاي تحلي وتحيدي داك السنسول وداكشي. هذا مقاد مصايب، كتجي كديري هكا في بينيو كدير ليه واحد الغسيله دغيا تحيدي له دوك القشيرات الا كانوا فيه صافي، وكترديه تسقطر وكيجي مقاد.
بغيتي الطويه بغيتي تعمري بالشرموله، ها نتوما الباكيت ديال البنات ديالو كيفاش داير. كتجي كل وحده مفروزه على الفراغ، يعني ما كيجيش هذاك لاص، كتجبدي انت ديك الساعه القياس اللي بغيتي، بغيتي على قياس لا فامي ديالك، ها نتوما كيجي وحده مفروزه على الاخرى ودغيا دغيا كيطلع. وميم لانشوبه 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 كتجي كتعجبني، كتجي فحال دار فحال الصوينيه كديريها، بعض المرات كديري عليها غير بطاطا ولا مطيشه وشويه تاع الثومه كتجي واعره، ولا كطحنيها حتى هي كديرها كواري حتى هي كتجي غزاله. هذه البنات حتى هي ها هو الباكيت ديالها، جبت غير القياس وهذا غادي نحيدو، انا رينا لانشوبه طارت من بلاصتها، حتى هي كتجي هكا وحيده مفروزه على الاخرى، كتجبدي حتى هي غير القياس. ولا بغيتو السردين كامل مكمول حتى هو هاد الماركه لقيت عندهم حتى السردين كامل مكمول، المهم انا داكشي اللي بان ليا المهم نحيد الجهوة تاع السردين ديال البنات. شتو كتجبدو غير القياس صافي، بو معقلو البنات على الباكيج هو هذا، ها نتوما ازرق هذا تقريبا فيها ما بين 12 حتى 18 كيلو، وتا الثمن صراحه مناسب مخير، وان اهم حاجه هي تشجيع المنتوج المغربي. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله نقادو بواحد الوليمه واللي تشهدت مشات تقدا. هنا دابا غادي ندوز باش غادي نصايد معكم واحد الصوينيه ديال السردين دايزها الكلام. المهم اول حاجه كندوزو كناخدو هكا شي حاجه لنخلطو فيها كلشي، درت فيها مطيشه صغيره محكوكه هنايا الربيع ما بين القزبر والمعدنوس، غادي نزيدو تقريبا جد واحد 3-4 الفصوص الثومه على حسب القياس الكبر ديالهم. هنايا ضروري من الزويته البلديه باش كيجيو الاطباق بها زوينين، وضروري واحد اللمسه ديال الهريسه. المهم بنات لي هنايا انا كنستعمل هذه ديال واليلي، مذاقها عجيب عجيب. المهم انا غادي ندير غير تقريبا نص معلقه، مذاقها ماشي داك اللي قاصح بزاف. غادي نزيدو واحد العصره ديال الحامض، وغادي نزيدو هنايا شنو غادي نزيدو هنايا شويه لا ماشي شويه الكمون اسحب لي البزار الكمون، تقريبا راكم عارفين السردين كيبغي الكمون شويه بزايد. غادي نزيد هنايا سكينجبير، المهم انا كندير عينيا ميزاني بيان سور على حساب القياس اللي ديال الحوت اللي عندكم نتوما. هنايا الخرقوم تحميره حتى هي كتكون شويه بزايد بحالها بحال الكمون، وغادي ندير شويه الابزار، الابزار اللي كيكون شويه حتى ديجا حنايا درنا تما هذا الهريسه. صافي غادي ندوزو نخلطو هادشي مزيان. هنا دابا غادي ندوز غادي ناخذ هاد اللاطه هادي، انايا فضلت ندير بغيتو نتوما ديروا لاطه كبيره الفران، ولا ديروا هادو هنايا هذه تاع الطين كيجي فيها الطياب زوين، تقدروا طيبوها فوق البوطه. المهم غادي نوريكم انا الطريقه. هنايا بقاو ليا عويدات ما بين مثلا القزبر معدنوس، هادو البنات ما كيضيعوش، كتقدروا تستعملوهم في الصوينيات هكا ديال الخضراء ولا الحوت ولا الدجاج، كيجيو زويونين. غادي نفرش ليها تقريبا هنايا ميم با اش نقول لك ميم با نص بصيله، كتجي معلكه في الطياب في الفران. هنايا عندي واحد حبه ديال المطيشه حتى هي قطعتها هكا صغيره، غادي نديروها حتى هي هكا من التحت. هذيك بحال كتجي واحد المريقه لتحت، كتجي مدغمره كما كنقولوا. هنايا خديت تقريبا واحد جهد هكا أربعة الحبات ديال البطاطا اللي قطعتهم، انا غادي نطيب هاد الصوينيه، غادي تكون لاباز الخضره ديالها غير البطاطا. بغيتو نتوما ديروا في الفلا خيزو داكشي كيرجع لكم نتوما، انا غير البطاطا راه كافيه وفيه كتجي بنينه. مع بالنسبه حق البطاطا كما كتشوفوا تقريبا دايره ليها نص القويلي، ولي الزيت طارت في الجناب راكم البطاطا الا درتوها نيشان هكا قاصحه راكم عارفين كتجي واحد شويه مكنزه ما كتجيش طايبه. صافي غادي ناخذوا دابا حنايا ديك لاصوص اللي عندنا، غادي نسقيو بها البطاطا. اصلا راه منين غادي نديرو الشرموله الحوت فوق منها راه ديجا هو غادي داك كيما نقولوا غادي تهبط عليها. حنا مهم باش تجي منسمه مزيان، درنا ليها تقريبا هنايا نص الشرموله، غادي ندفعوها للجنب وغادي نرجعو حنايا لهادي. هذا كيفاش غادي نديرو ليه؟ كنشدوه كنغطسوه مزيان وكنطويوه هكا، غادي يجي هكا فحل فحل على النص، يعني بغيتو نتوما ديروه هكاك كيبقى لكم لو شوا. انا غادي نغطسوه بحال هكا في الشرموله وكنحطو بالطويه ديالو. صافي غادي نستمرو كيجي هكا مشرب مزيان ديك لاصوص، ويعلى سلام على لاصوص البنات بعدا ريحتها كيفاش طالعه ما نعاودش ليكم. هانتوما والله ركزوا ليا على صوينيه يا البنات فاعله تاركه. المهم قبل ما طيب راهي فاعله تاركه. دابا اش كندوز كناخذ هذيك الفليفله اللي هكا مقطعه رقيقه باش نعطيوها نضيفوا ليها واحد لمسه الالوان. المهم كما كنقولوا حنا راه العين اللي كتاكل، واصلا المذاق ديال الفليفله طايبه في الفران كيتماشى بزاف مع هكا الحوت والسردين وداكشي ياك. غادي نجيو هنايا عندنا مزيوده حاره خضراء وصفراء، غادي نديرهم بحال هكا
هنايا الحامض مصير، خديت تقريبا واحد نص حامضه مصيره صافي، قطعتها هكا مرصوات، غادي نزيدوها حتى هي. بغيتو ديروا طرونش الحامض عادي ديروه حتى هو، ما كاينش مشكل. وعندي هنا المسلله باش نوريكم البنات اللي عزيز عليهم زيتو مسلله، راه كتلقاو موجود هنايا في عند العرب والمغاربه، محلات المغاربه. هذا توالي لي زوينه البنات، مسلله عجيبه رائعه، يعني كيجي في الطويجنات داكشي زوين، وهكا الصوينيه تاع الحوت. دابا الفرار رديتو يسخن، غادي ندوزو الصوينيه ديالنا باش ولا هاد اللاطه باش تجي طايبه مزيان. غادي نفرش ليها في الاول هاد ورق الفرن، من بعد غادي نغلفها مزيان بابي الومنيوم، وغادي نخشيوها ان شاء الله في الفران على درجه حراره 180. دابا بالنسبه لديك المقبله ديال الفليفلات، كما كتشوفوا كتاخذوا فليفلات كما بغاو يكونوا خضرين، تقدروا تزيدوا حتى الخضرين كيعطيو هكا لذه ومنظر زويون. غادي نديرو هنايا الزيت البلديه، هنايا درت شويه ديال الربيع. غادي نستعمل انايا غير التوم بودره، بغيتو ديرو التوم طري ديروه، انا غادي ندير البودره هكا عينكم ميزانكم. غادي ندير شويه ديال الابزار. هنايا المميز في هذا المقبله هي هاد الخلطه المشاوي البنات ديال طيب زوينه. مهم هادي كندير فيها مع كيكون فيها داك الاعشاب كلها مخلطه مجفه، زيرو زعتر وداكشي كلشي كتعطي مذاق زوين صافي. وهنايا شويه ديال التحميره، نتوما ديك الساعه الاعشاب اللي عندكم راه تقدروا تخدموا بها صافي. غادي ناخذ هنايا معلقه وغادي نديروها على المهل البنات، بحال اللي غادي تجي مقليه على المهل. طياب ديالها غادي نغطي عليها بيان سور، غادي نخلطها مزيان ونغطي عليها ونخليها تطيب على راحتها. حنا دابا نصبنا كلشي، المهم انا الحداقه ملي كتجي كتفيض عند الانتصار كتفيض دقه وحده. المهم دزت هنايا اللوبيا اكيد اللي كلكم كتعرفوا تنصبوها، البصيله، مطيشه محكوكه، المطيشه المركزه، مطيشه الحك، الربع مخلط، الثومه، العطريه كامله اكيد من غير الليمون قلت لكم غير الكمون. المهم تلفه والثومه. وهنايا هذا اللي كاين كما كنقولها لكم دائما اللي كيعد من اسرار البنه ديال اللوبيا، واللي هي واحد الطريقه ديال القرفه. هذه كتعطي واحد المذاق مميز اللي كلاها ما كيعرفش كيقول لك شي حاجه مميزه فيها، واللي هي كتكون النكهه ديال القرفه وزويته بلديه ضروري زيت البلديه باش كنطيب. هنايا دزت عاوتاني بالنسبه لذاك الدنجال، بقيت شويته غير في الفران، شديته البنات حليته هكا طرونشات، ثقبته مزيان بالفرشيطه، دهنته بشويه الزيت ودخلته الفران، شعلت عليه من جوج جوايه تتشوى صافي قطعته. زدت عليه هنايا مطيشه مقطعه، شويه ديال مطيشه الحك. هنايا سوا كديروا انايا بعض المرات ندير هذا الزيتون هذا القطع، كنزيد نقطعو رقيق، ولا اللب ديال حامضه مصيره كيجي باش يعطي ديك النكهه ديال الحموضه صافي. والعطريه كامله حتى هي تقريبا كنديروه، الكمون، الخرقوم، سكينجبير، كلشي 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 كنديروه، وبيان سيغ الثومه، وواحد الطريقه هنايا ديال الهريسه. هادو العاشقات الحار غادي يعرفوا الدور ديال الهريسه في هاد المقبله صافي. وزويته بلدي، وغادي ندوز نشحرها على المهل، وهذا غادي يكون ان شاء الله. هادي حتى هي ندوز دابا غير نشحرها ونمرق وصافي، ونسد عليها الكوكو. اللوبيا ها هي يا البنات، شوفوا كيفاش جات غزاله معلكه بلا صوص طوماط، كتجي بنينه اكيد. غادي نرافقها ان شاء الله بمزيودات حارين. الرمان نقيتو درتو هنايا كما قلت لكم في هذه الدزاج، باش غادي ناخذ غير القياس ديالو. خديت هنايا جوج حبات ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، غادي ندوز نضيف ليهم، كتجي واحد الصالاد زوينه ومختلفه على اللي كان ديما الرمان كناكلو عادي. والله ما كنخلف ماشي نخلفو، زعما نبدعو زعما نبغيو نديرو شويه الابداع. سوا هنايا دابا غادي تزيدو عليه سكر فاني عادي، ولا هذا ديال زهره البرتقال اللي توفر عندكم، جوجهم كيجيو زوينين صافي. غادي نزيد عليه انا هذا طاشيه، والسكر كيبقى على حسب الذوق اللي بغيتو ديروه، ما بغيتوش ديروه كيبقى لكم لو شوا. انا غندير هذا السكر البني ولا السكر الاسمر صافي، وكتضيفوا عليه عصير ديال البرتقال. المهم هكا جهد واحد جوج ليمونات ولا شي حاجه كتعصروهم عليه، وغادي ناخذوا المعلقه ديالنا وغادي نخلطوا، كيجي واحد الصالاد زوينه وبنينه. والمرافقات ديالنا تقريبا هما وجدوا. بالنسبه لهذيك الدنجال ها هو كيجي معلك، سديت عليه وخليته على المهل حتى كيتعلق صافي، كتزوقوا بزيتون ولا شي حاجه. هذه هي الفليفله اللي مشحره حتى هي كما تشوفوا، الا شفتوها كتبان بحال اللي مشويه، هي البنات غير شحرناها ولكن بالاعشاب غير على المهل. المهل راه البنات راه كيجي بالماكله بنينه. دابا غادي ندوز باش غادي نقلي لانشوبه البنات، لانشوبه الطريقه باش كتجي زوينه. ها نتوما رشوها غير بشويه الكمون، شويه الملح، هذه الطريقه الوالده ديالي صافي. وهنايا كنوجدوا شويه ديال الدقيق وطمقيله ديال الزيت فين غادي نقليها صافي. غادي ندوز نمرمدوها هكا، المهم ها نتوما راه تشربات هذيك الملح والكمون،
ونبداو نقليو فيها. هي راه دغيا دغيا البنات، راه ما كتاخذش وقت طويل في القلي. وبهذا طبيلتنا غادي تكون واجده في حضور الصديقات الجميلات العزيزات. كي جاتكم مفاجاه السردين؟ شتكتم متوقعينها؟ قلت لهم اجيو تغداو، ما مساكناش جايين، ما عارفينش شنو. انا درت لهم غديوه. المهم ها انتوما البنات كيفاش جات هذيك اللاطه ديال السردين بالشرموله على حقها وطريقها. هادو المرافقات اللوبيه، شو كي جات غزاله، رافقتها هكا بسميتو بمزيده حاره وصافي. وهي لنشوبه بعد ما حتى هي قليناها وخبيز دار وصحتنا وراحتنا. يا الله يلا تفضلوا.